شهد سوق السيارات بولاية سطيف فوضى كبيرة وسوء تفاهم بين مختلف المواطنين، وذلك بعد الإعلان عن إمكانية استيراد السيارات من طرف رئيس الجمهورية. الزوالي وما ركبش مسكين، او عنده عامين وثلاثة يستنى. والدولة هذه كي راه تجيب طوموبيلات اجيبهم ليا وليك، ما على بالي تجيب. هذه هي برك يهبط ب 100، كي كنت صورتهم يهبط ب 100 نورمال. هذه ينظر الزوالي مسكين اللي شاريها، ما غالب. هذه هي الزوالي، انا مقبلة قلت لك ما نقبل حتى واحد يخلي درام. هذا واش بارك الله فيك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. كيف اخونا سمع القرار، القرار اللي دار رئيس الجمهورية مليح. كمل سيد الرئيس ورانا معاك، رانا موراك. جيبهم الكيوكيو والماروتي، ما نقبلوهاش، ما عندنا ما نديرو بها. راهي ما كانش مره وراي الاسعار. طوموبيلات هنا تساهم ما يبيعلكش. طوموبيل دير 300 باش ينقص لك منها 5 ملايين تسترزق فيها، ما كانش ما ينقص لكش 5 ملايين. وراه اللي يبيع اليوم ما كانش. تساهم لتحت على روحك، واحد ما يبيع طوموبيله من الصباح انا نسيمو، واحد ما باعها لنا خويا. مازالت اسوام غاليه، مازالت اسوام هي. شكون اللي يخاف؟ شكون اللي يخلي في طوموبيلو 50 و70؟ شكون؟ ايها نعطوا لنا واحد ينحي لنا 5 ملايين برك، دوك نشريو عليه. وراه؟ ما كانش. سبحان الله، واش بيك؟ السوق واحد مو فاهم، واحد ما يبيع طوموبيلو. الله مو فاهم، شاري حتى بيع موش حبيب. ما كاين والو، هاك يزيد نسميوه بوزيد اخويا. هات الطوموبيلات دخلهم لنا ونشوفوهم بعينينا ونشوفوا الاسوام تاعهم ونشوفوا. انا من قبيل وندور طوموبيل ما تسعى مبيوعه، ما شفتش انا المبيوعه. حبيت تفهموا على السوق. انا نبيع ونشري، صحيح نبيع ونشري، عندي شي اللي نبيع فيه انا راح نخلي، واني راح نزيد نعاود نشري. السوق طاح طاح، طايح شوية بارابور السمانة اللي فاتت، طايح بواحد 40 مليون على السوق اللي فات من القرار تاع الرئيس. ونورمال نقبلوها وخلاص. مستعد نورمال؟ لا لا، نهار دينا الفايدة ديناها دوك، انا كذا راح نخليه ونخليه برك عادي. السلام عليكم خويا. اليوم راهو في السوق كاينين زوج اصناف، اللي حاكم الدراهم يقول لك طوموبيل تطيح، اللي حاكم الحديد يقول لك طوموبيل تطلع. هذه الحاجه الاولى نتفاهموا عليها. حاجه الدوزيام، دوك السوق واش يصرى له؟ دوك تصرى بلوك، فهمتني؟ الشاري تولي ضروره، تولي البيع ضروره، فهمتني؟ من بعد كي تعود السياره هذه المستورده حاضره هنا في لابلاس في السوق، وتعود تشوف فيها بعينك، فهمتني؟ وتعود المستورده اللي يهضروا عليها تاع رخص الاستيراد حاضره هنا في السوق وتشوف فيها بعينك، ما نقولوش ثم طاح. زيد واش يصرى؟ تولي دير تا مقارنه بين السعر اللي راهو حاضر السياره اللي جوالك والسياره اللي راهي مستورده حاضره قدام عينك، باسكو القيل والقال عاد ما اكزيستيش. كي كثم نقولوا السيارات باللي طاحوا، دوك مازال ما كان والو. والسلام عليكم. الرئيس دار حاجه مليحه، وحاجه مليحه وراح تعدل السوق، بصح علاه ما يعطيش المواطن العمله الصعبه؟ يا اخي راه مواطن وعمله صعبه تاع الجزائر، يعطيها العمله الصعبه نجيبوا السيارات، بصح كيقول لك روح اشري من السوق الموازيه. كيف كيف؟ كيف كيف؟ راجعه كيف كيف؟ لا لورو شحال؟ لورو كاين 19 يدير 21 160. الا يعطينا العمله الصعبه نقدروا، سي مليحه، بصح الا ما عطاش العمله الصعبه ماشي مليحه. والسلام عليكم.